البنات من كانوا يجون بعد ما عنوا صوتهم كانوا يقولون على غاسم لبنين، وماما كانت كلش تنحصر كلش تنحصر. كيف كانت المرأة كان هي المذنبة جابت بنات، ومن طرف هاي طبعا من جابن خالتي وهذا وغادم ذي الاخواتي، ماما كلش فرحت اولا قد زوجهم وكل كثير غدوهم صدقان. المريس شاول اخوي كانوا عشقيهم الاخواتي.